أيها الأخوة، لا شك أن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع، وهو من الأساس ما يمليه علينا ديننا. والتراحم بين أفراد المجتمع لن يأتي إلا بخير. العمل الخيري أعتقد أنا أن فيه راحة للنفس، وفيه شعور بالمواطنة والتراحم بين أفراد المجتمع. نحن في مجتمع عرف والحمد لله التراحم والتواد والتواصل والمساعدة. عندما نتكافل ونتعاون ونتراحم، فيجب أن يعرف الإنسان أن الإنسان ضعيف، الإنسان بشر، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه تحت الثرى، تحت التراب، كما هو تراب. فلنعمل لهذا اليوم. ديننا يفرض علينا أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال، لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم. هل عملنا في دنيانا نافع؟ ونرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر له، وأن يقدر ما عملناه جميعا.